الجو حر نور. مفيش مناديل عندك هنا في العربيه؟ لا والله ما فيش للاسف. ده اسمه كلام؟ نعمل ايه يا باشا؟ العربيه حلوه زي دي كان في مناديل. حبيبي يا باشا وصباح الجمال. اسمك كريم ايه؟ اسمه ميسره. ميسره؟ بسم الله ما شاء الله. منور الدنيا يا عم ميسره. عم ميسره. دي امبلهين بقى. قال ده ايه اللي فيه؟ حلو. اهلا. صل على النبي يا عم ميسره. لا ده انت في الدماغ عاليه قوي. ارفع الشعاله طبول لا والسيزان سلام حضور استقبال للاستاذ ميسره. ايوه. الاستاذ ميسره واحد. ايوه. الاستاذ ميسره اثنين. تمام. الاستاذ ميسره الجامد. من وحدك ولا انت شغال؟ الاستاذ ميسره. هتسعى الزرار منين؟ ميسره. افصلك منين؟ ميسره. ميسره. ميقيح. الاستاذ ميسره منور وحضر منور وقال شرف فرحنا باسم الصحبه الطيبه. أيوة. باسم الجامع السعيد كله. من حبنا حب ناس متاعنا متاعه ومن كرينا كرينا احنا معانا اجتماع وتلا لا 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 امسك الطاره بس يا باشا. ما انا ماسك الطاره. انت قلقان من ايه؟ ده احنا مش قلقان من حاجه. ما بقلقش انا. بنحتفل اقسم بالله. شغل حاجه بقى. شغل حاجة؟ انا هشغل لك احلى حاجة في الدنيا يا باشا. حبيبي. عد يا باشا اركب يا باشا. اركب هتعرف حالنا يا باشا. احلى مسا. احلى مسا. احلى مسا عليك يا باشا. واحنا معانا اي حد. احنا معانا الاستاذ ميسرة. يا صباح الهنا والسرور. صباح الهنا. صباح الهنا. ارفع الشعارة طبالة. والسيزان سلام حضور استقبالنا. والاستاذ ميسرة. يلا واحد. مالوش تاني. العدد تلاتة. الصحبة المربعة. خمسة. وش العاد. ستة. ستة كارعة. سبعة. اللي بعد الست. ثمانية. اللي بعد منهم. تسعة. الخير. عشرة. العشرة الطيبة. ولا يا ولا يا عرباوي. ولا يا ولا من القهاوي. ولا يا ولا يا عرباوي. باشا يا باشا يا باشا يا باشا النقطة باشا ما تكسبناش. نقطة يا باشا. يا باشا يا باشا. يلا 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 عشان المزة دي. وماله يا باشا. بس. يا باشا احنا كلنا تحت أمر. وناخدوا بقى. كلنا معاك. أنا بقول لك نقطة. أوي باشا. اتهور يا باشا. اتهور يا باشا. اتهور يا باشا. اديني الكيت يا اديني الكيت وانا احبك تاني تعالى غني. يا لا 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 بدات اتعب. باشا 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 الطلاق جرب يا باشا. جرب يا باشا. جرب يا باشا. جرب اتهور. اتهور عشان خاطر عيونك بس. اتهور. الله يبارك لك. الله وحده. اقسم بالله انا اهو 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 قول وريهم العند فيهم. ايه هتبقى ايه مهرجان النهارده؟ قول يا باشا. قول وريهم بالعند فيهم. هتنقطني؟ ايه ده؟ يلا ايه ده؟ ايه ده؟ يلا الله الله يا باشا. هز معايا بسرعه. الحلاوه دي. اقسم بالله متشربين دي كمان. متشربين يا باشا. دلع الزبون. دلع الزبون. ابو ميسره ده بتاع الفول والطعام. ابو ميسره. اه. وسع جدع. يا جدع وسع. بنحبك يا ابو ميسره يا جميل. الله الله الله. رحابي طبعه. رحابي طبعه. رحابي طبعه. رحابي طبعه.
لا يا باشا انا انت جدع منك ليه في ايه يا باشا انا جدع انت جدع اللي انتوا بتعملوه ده يا عم بنحتفل بيك مالك بتحتفلوا ايه اوعى ايدك طب روق على حالك اديني الكاش ده بس كارت ايه بس الفلوس خلاص كده كفايه فلوس ماشي يا عم وبعدين انت ما وصلتنيش اتبسطت اتبسطت وزفناك والدنيا حلوه وبتاع. يعني ايه اتبسطت الناس دي وجريه هو القعده معانا وحشه ولا ايه انا جبت عرق باشا الناس دي وجريه انا جبت عرق باشا جبت عرق باشا جابوا منين اوريك العرق باشا جابوا منين وشه يا باشا فين تاني وشه يا باشا فين تاني ظهره يا باشا ركز معايا يا باشا ركز بقى يا باشا خلاص مش خلصنا يا باشا عايزين 50 جنيه كمان زفيت والدنيا حلوه انزل يا انزل يا انزل يالا انزل يا دي اوعى ايدك يا اوعى ايدك دي شويه انت انت انزل واحنا هنجري انا مش نازل مش نازل بس خلاص طب روق انزل يا افتح العربيه يالا افتح العربيه يا ده انا هدش لا ما تشملش تشمل ايه بقول لك ايه افتح افتح لهم الباب اجري اجري افتح لهم الباب طب خلاص خلاص انا مش هجري مش هجري بص انا معاك على الحرام ما اسيب حد فيك خلاص خلاص انت عايز نهار اسود فاهم ازاي ولا اي اوعى لا مش انا اوعى يا اسود انزل يا بنت انزل لا انت لا انزل ورا بوش لا 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 مش هنقدر انزل انزل البنت خلاص خلاص انا بتصور بنهزر بنهزر اقسم بالله مش هقدر اكمل انت هتبدا تبرمني الفلوس بقى يا عم الفلوس هتاخدها والموزه هتسيبها وهتتجع خلاص بقى ما طلعت موزه بلاستيك لا يا عم مفيش الكلام ده معلش حضرتك رايح فين؟ الهرم هرم هرم احسن ليش طبعا يا فندم هم اهل الهرم واقل نسبه فيروسات حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي. التاكسي الطبي عندنا يا فندم في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه، ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل، حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا لان احنا بننتقي عملائنا في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص يا فندم دي صحه حضرتك في دلوقتي طب اكمل حاجه البروجرام احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم وعلى فيروس A و B و C و D و E H I J K L M N P U V R S T U V W X Y Z مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ايه تحليلات وبتاع حضرتك اول مره تركب معانا حضرتك من الغلابه احنا بنركب معانا الارستقراطيك الحمد لله والشكر لله حبيبي ربنا يزيدك مش ده الاصل بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك نور الدنيا احنا هنحط دي فتحه الشرطه بتهزروا ولا ايه لا يا فندم احنا مش بنهزر انت ما تقلقش على نفسك خالص الموضوع زي شكه الدبوس حضرتك مش شكه الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم ولا بقول لك يا فندم بقول لك يا باشا بعدين نزلني يا عم اللي انت بتعمله ده انت تعبان ولا لا انت تعبانين ولا ايه انتوا مالكم في ايه احنا خايفين عليك تكون انت تعبان وشك تعبان ايه يا عم وشه اصفر ثانية واحدة يا فندم ايه وعينيه حمرا ايه هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بيني فيروس ايه فيروس ايه حضرتك اللي عندي فيروس ايه في مجموعه فيروسات منتشره في البلد يا عم فيروس انت إيه مش عارف مصلحتك مفيش يا عم اوعى كده ايدك اوعى بتاع ده بعده عني مفيش نزول فتح الشرط ايه وبتاع ايه لحظه واحده حط ده في بقك بقى ايه يا عم انتوا تعبانين ولا ايه درجه الحراره درجه حرارتك بس كده بعد اذنك نزلني بعد اذنك نزلني مفيش نزول مكانك او احنا خايفين عليك اكتر ولا ايه انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان يا عم اشفر ايه عينيك محوله عينيك محوله عينيك محوله تاني يبقى عندك يبقى عندك طلبيه جوه عنده فيروس طلبيه جوه طلبيه جوه ايه وبتاع ايدك بس شعرك بيقع عندك شعر بيقع عندك ترسه عندك ترسه عندك ترسه ترسه عندك ترسه في شعرك انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان خايفين عليك انتوا تعبانين ليه انا مش تعبان وشك بدا يطلع العروق فين يا عم بقول لك ايه يطلع العروق فرج ايوه
بشك عليه بشك عليه شغل عاو 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 انت تعبان ولا ايه؟ ده كان تعبان يا عم تعبان ايه وعرس ايدك كده وايدك كده لازم نخرج يا عم بقول لك ايه بقى الفيروسات بلا بتاع ايدك بس ايدك دي الاكل والشرب ايدك دي الاكل والشرب عندك فيروسات يا عم فيروسات وطبيعه جوه طبيعه جوه ايه تاني اللي بيني هرب حط في بقك ده خلاص يا عم ولا احط ده في بقي ايه بلا احط ده شويه ايه ده شويه ايه ده شويه اديله انت تعبانين ولا ايه يا عم اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه فيني هرم هرم ايه يا عم فيني هرم طلبيه جوه بقول لك ايه قلت لك كده اديني الاكل والشرب اه بس كده يا عم انتوا تعبانين تعبانين والله فيروسات ايه يا عم منك يا عم الشغل ده انتوا اللي تعبانين والله تعبانين والله هو بس يا عم يا عم طلع الفيروس من يا عم الفيروس ايه يا عم الله يبارك لك انت هو يا عم الله يبارك لك عشان ايه طب خلاص خلاص ايه ده حضرتك ايه ده حضرتك ايه ده ايه ده حضرتك خالص احنا كنا بنهزر معاك ينفع نذيع؟